طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنكمل الجزء بتاع الجراديوالي فاريد فلو. ما زلنا بنتكلم على ازاي نعمل كالكوليشن للووتر سيرفيس بروفايل. بنحل مسائل زي ما احنا عارفين ان الجزء ده مكون من جزئين، الجزء الاولاني اللي هو سكتش الووتر سيرفيس بروفايل، والجزء الثاني الكالكوليشن بتاع الووتر سيرفيس بروفايل. احنا ما زلنا شغالين في الكالكوليشن بتاعه الووتر سيرفيس بروفايل. المره اللي فاتت حلينا مساله وبدانا في مساله رقم 2. مسألة رقم 2 بتقول ان انا عندي وايد شانل والسلوب بتاعي معطى، مانينج ان معطاه، الشانل عرضها 30 متر والديسشارج 40 متر مكعب بير سكند. الدوله قررت انها تبني بوابه في على الشانل دي، فبالتالي الووتر سيرفيس في الابستريم بيعلى، اداني ام 1 كيرف، فبالتالي السلوب ده هو مين ام مايل سلوب. بيقول لي ديتيرمين ذا فولوينج. اول حاجه قال لي جيب لي النورمال ديبس وجيب لي الديبس بتاع البوابه. فالمره اللي فاتت حسبنا النورمال ديبس، فلقينا ان النورمال ديبس واي نوت طلع بيساوي كام؟ لو انتم فاكرين طلع تقريبا الواي نوت بيساوي 1.7 متر، يبقى الووتر ديبس ده اللي اسمه واي نوت بيساوي 1.7 متر. وقال لي الووتر ديبس في الداون ستريم احسبه اللي هو واي اب ستريم للبوابه، هو واي داون ستريم بالنسبه للشريحه اللي انا بحسب عليها اللي هو الدومين بتاعي هو الداون ستريم، ولكنه الاب ستريم بالنسبه للبوابه. فواي اب ستريم بالنسبه للبوابه عشان احسبه قلنا بنستخدم معادله الايه؟ معادله البوابه. فاستخدمنا معادله البوابه المره اللي فاتت، فلقينا ان الواي اب ستريم لو انتم فاكرين الواي اب ستريم طلع بيساوي كام؟ طلع بيساوي حوالي 3.9 لا 4 متر حاجه زي كده. فبالتالي يبقى انا عندي كمان ده تقريبا الووتر ديبس ده بيساوي 4 متر. فالوقتي استطيع ان انا اقدر اجيب اللينس اللي اسمه ال اللي انتم شايفينه على الشكل ده، اللي هو المسافه الفاصله بين الووتر ديبس بتاع النورمال والووتر ديبس الابستريم البوابه. هو ده فعلا الايه اللينس اللي هيتاثر بوجود البوابه، لان الووتر ديبس في هذا المكان هو كله بيعلى عن النورمال ديبس، يبقى بالتالي هو ده حدود تاثير البوابه اللي هو اللينس اللي انتم شايفينه ده. حدود تاثير البوابه هو اللينس ده، فعشان كده مهم جدا ان انا اعرف اجيب الايه اللينس ده. ازاي اجيبه بقى؟ قلنا بنستخدم طريقه اسمها الستيب باي ستيب ايه ميثود. فطريقه الستيب باي ستيب ميثود بنعمل فيها ايه بقى؟ زي ما انتم شايفين كده، قلنا بنقسم الدومين بتاعي لمجموعه من الستريبس. احنا لو كان هنشتغل مانوال قلنا بنشتغل بتو ستريبس فقط، فبناخد ايه ووتر ديبس في النص كده، وبالتالي قسمت الدومين بتاعي لشريحتين. دي الشريحه الاولى واحد تمام، ببدا بالداون ستريم وبروح للاب ستريم، ودي الشريحه الثانيه ودي الشريحه الثانيه. الووتر ديبس ده زي ما اتفقنا قيمته كام؟ قيمته حوالي 4 متر. قلنا الووتر ديبس بتاع الواي نوت قيمته كام؟ قيمته حوالي 1.7 تقريبا. يبقى الووتر ديبس ده كام؟ انت ممكن تاخده اي حاجه ما بين الواحد وسبعه والاربعه، بس احنا عاده لسه اولى بناخده الافرج، ناخده الافرج عاده. الافرج ده بيساوي كام بقى؟ هتقول كده 1.7 زائد الاربعه على ايه؟ على الاثنين. ده هيطلع حوالي 2.85، هيطلع حوالي 2.85. فبالتالي يبقى الشريحه الاولى بتاعتي هحاول اجيب اللينس ده اسميه انا ايه دلتا ال1، والشريحه الثانيه هحاول اجيب اللينس ده هسميه ايه دلتا ال2. بعد كده الطول الكلي بيساوي ايه بقى؟ دلتا ال1 زائد دلتا ايه زائد دلتا ال2. تعال نشوف الشغل عملناه ازاي. الشريحه الاولى اللي هي ما بين ووتر ديبس قدره 4 متر في الداون ستريم ووتر ديبس قدره 2.85 فين في الاب ستريم، صح؟ فهو انا كتبت عملت الجدول ده، ووتر ديبس الاولاني بتاع الداون ستريم اهو، ووتر ديبس الثاني بتاع الاب ستريم اهو، ماشي يا شباب. وبعدين الشريحه الثانيه الووتر ديبس الداون ستريم بتاعها اللي هو 2.85 اللي هو ده، وبعدين الووتر ديبس بتاع الاب ستريم اللي هو 1.7 اللي هو ايه اللي هو ده اللي هو الووتر ديبس ده. خلاص بقى عندي ثلاثه ووتر ديبسز وشريحتين. هعمل ايه بقى؟ اول حاجه ما تنساش بقى تكتب القانون. لو انت فاكر القانون بيقول ايه؟ ان الدلتا ال بيساوي الاس اي ناقص اس اي واحد على الاس نوت ناقص الاس اي افريج، صح؟ يبقى فرق السبيسيفيك انرجي
على فرق السلوبس، فرق السبيسيفيك انرجي في البسط على فرق السلوب في المقام. السلوب في المقام اللي هو مين بقى؟ البيد سلوب ناقص الانرجي سلوب الافريج. وقلنا كمان المره اللي فاتت ان الانرجي سلوب ده بجيبه منين؟ بجيبه معادله مثلا مانيك. فخلينا نكتبه بقى بالمره برضو. الاس اي بجيبه ازاي؟ انا عارف ان معادله مانيك بتقول ان في بيساوي 1 على ان في الار، الار عندي هنا بيساوي واي لان الكروس سكشن فيري واي، في الواي اس تلتين في السلوب اس نص. والسلوب ايه في الحاله دي؟ انا شغال نون يونيفورم، يبقى دي اس اي. بالتالي اقدر اجيب اس اي من هنا، يبقى الاس اي بيساوي بي سكوير ان سكوير على ايه؟ واي اس 4 3. عملت سكوير طبعا، يبقى ده الايه؟ الاس اي بتاعي. يبقى عندي كل حاجه ايه موجوده. يلا نحسب بقى. اول حاجه عشان اقدر احسب اللينس بتاع الشريحه الاولى محتاج سبيسيفيك انرجي، ومحتاج عشان اجيب السلوب بتاع الانرجي محتاج الفيلوسيتي. خلاص يبقى اول خطوه عملت ايه؟ عندي الواي، جيب الفي المناظر. يبقى الرقم ده الفي ده جبته منين؟ الفي جبته من القانون ان الفي بيساوي كيو سمول على واي. خد بالك الكروس سيكشن ايه؟ واي سيكشن، فممكن استخدم الكيو سمول. لو انا جبت لك في الامتحان ترابيزويدال سيكشن، ها يبقى ما ينفعش. كيو سمول مش معرفه اصلا، كيو سمول مش معرفه للترابيزويدال ولا للتراينجلر. امال في الحاله دي هستخدم مين؟ هستخدم كيو كبيره. فساعتها هتقول الفي بيساوي كيو على اريا، وساعتها الار مش بتساوي واي، الار بيساوي الاريا على الويت بريمتر. فتحل المساله بقى بالكامل. طيب احنا بنشتغل هنا المساله السهله، الفي اتفقنا بيساوي كيو سمول على واي. طب الكيو سمول جبتها منين؟ انا عارف الكيو كابيتال وعندي البي عرضه كام؟ كان 30 متر ولا كان 40 متر؟ كان 30 متر اهو. عرض البي كان 30 متر، فبالتالي اقدر اجيب الكيو سمول. انا عرفت المره اللي فاتت ان انا اجيب الكيو سمول اللي بيساوي الكيو كابيتال اللي هي 40 متر مكعب بير سكند على البي اللي هي 30. قلنا بيساوي 4 على ايه؟ على 3. فبالتالي دي متر مربع بير سكند طبعا. فبالتالي يبقى عشان تجيب الفي بيساوي كيو سمول على واي. انهي واي بقى؟ عايز تجيب الواي بتاعت ال 4 متر يبقى تقسم على الواي بتاعت ال 4 متر. عايز تجيب الواي بتاعت ال 2.85 متر يبقى تقسم على الواي بتاعت 2.85 وهكذا. هتجيب بقى الفي لكل ايه؟ لكل ووتر ديبث. خلاص خلصنا الفي. بعد كده بما ان انا عارف الواي والفي اقدر اجيب السبيسيفيك انرجي دلوقتي. السبيسيفيك انرجي الكولوم ده جه منين؟ من واي زائد الفي سكوير على 2 جي. يبقى المعلومات بتاعتي جايه من هنا وجايه من هنا. يبقى اخد الواي دي 4 زائد ال 0.33 سكوير على 2 جي واحطها هنا. بعد كده الواي دي زائد ال 0.46 سكوير على 2 جي واحطها هنا وهكذا. يبقى جبت سبيسيفيك انرجي. بعد كده هروح اجيب الانرجي سلوب. انرجي سلوب بستخدم القانون بتاع مانج اهو. في سكوير في الان سكوير على واي اس 4 3. في سكوير عندك ايه؟ في الان سكوير دي جيفن ثابته على 4 اس ايه؟ 4 على 3. لان الواي هنا ب 4. وهكذا بقى هعمل نفس الكلام لمين؟ الوتر ديبس الثاني والوتر ديبس الثالث. بعد كده انا جاهز دلوقتي. انا حسبت ده كقيمه، لسه هجيب له الافريج بعد شويه. الاس نوت عندك. حسبت سبيسيفيك انرجي، هجيب الفرق بقى. يعني ايه اس اي 2 ناقص اس اي 1؟ يعني لو انت بتتكلم في الشريحه الاولى يبقى ممكن اخد بقى سبيسيفيك انرجي بتاعت الداون ستريم ناقص سبيسيفيك انرجي بتاعت الاب ستريم. او العكس. او العكس، احنا اتفقنا ان احنا ممكن نبدل دول كده. بس لو طلعت لك اشاره بالنيجاتيف اهمل الاشاره. خلاص يا شباب؟ فتعالوا عملنا ايه بقى؟ الرقم ده اسمه دلتا اس اي، دلتا اس اي اللي هو الفرق ما بين سبيسيفيك انرجي 2 ناقص سبيسيفيك انرجي 1. دلتا اس اي. الرقم بقى ده جه منين؟ الرقم ده جه منين؟ جه من ناتج طرح الاس اي دي ناقص الاس اي دي. خلاص حطيته هنا. جميل، يبقى انا جبت البسط دلوقتي. المقام بقى، عشان المقام احسبه في عندي اس نوت عارفها وعندي اس اي افريج. انا هنا عندي اس اي بتاعت الووتر ديبس بتاع 4 متر واس اي بتاعت الووتر ديبس بتاع 2.85 متر. عايز اعمل ايه؟ اجيب لهم الافريج. فتاخد الرقم ده زائد الرقم ده على 2 يتحط هنا. يبقى دي اسمها الاس اي افريج بتاعت الشريحه الاولى. ها دلوقتي اقدر احسب بقى المقام، مقام اس نوت ناقص اس اي افريج. يبقى تجيب الاس نوت ده جيفن عندك اهو 22 سم على كيلو. خد بالك حوله 22 في 10 اس ناقص 5. بعد كده ناقص الاس اي افريج اللي هو الرقم اللي انت جبته ده وحطه هنا. خلاص؟ يبقى بقى عندي مين ده؟ ده عندي هنا ده المقام، ده المقام وده مين؟ وده البسط. يبقى الدلتا ال بيساوي ايه؟ بيساوي بسط على مقام، بسط على مقام.
يديك الرقم ده. هتكرر نفس الكلام لمين؟ للشريحه الثانيه. للشريحه الثانيه فهتعمل ايه؟ هتجيب الدلتا اس اي. الدلتا اس اي الرقم ده جه منين؟ بص خد بالك بقى، في الشريحه الاولى انا قلت ايه؟ قلت ده ناقص ده، يبقى الشريحه الثانيه اعمل ايه؟ هقول ده ناقص ده. واضح؟ وحد اتجاه الطرح زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت. فاوعى يكون عندك يطلع مثلا دلتا اس اي واحد بالنيجاتيف والثاني بالبوزيتيف وحاجات زي كده. لا، المفروض وحد اتجاه الطرح. اتجاه الطرح. يبقى ده ناقص ده وده ناقص ده. خلاص؟ طلع الرقم ده، ونفس الكلام عملت الاس اي افريج للشريحه الثانيه وجبت الاس نوت ناقص اس اي افريج وقسمتهم على بعض طلع اللينس ده. يبقى دلتا ال واحد اهي، ده دلتا ال واحد بتاع الشريحه الاولى، وده دلتا ال ايه؟ 2. اعمل ايه بقى؟ اجمع دي على دي يطلع اللينس الكلي، يطلع اللينس الكلي. يبقى هي دي طريقه الايه؟ الستيب باي ستيب ميثود. يبقى بالتالي انت دلوقتي تستطيع لو انا اديتك تو ووتر ديبسز زي ما انت شفت كده، اديتك تو ووتر ديبسز، ها؟ ازاي تجيب ايه؟ اللينس بينهم. بتعمل ايه؟ بتقسم الدومين ده لعده شرائح. لو انت شغال مانيوال احنا بنكتفي شريحتين بس عشان نتاكد انك انت ايه فاهم الايه الكونسبت. طيب لو انا كنت بقى مش شغال مانيوال، لا لو مش شغال مانيوال حاول تقسم قدر الامكان باكبر عدد ممكن. خد بالك من حاجه، دقه الحل تعتمد اعتماد كامل على عدد ايه الشرائح. ليه؟ لان كل ما الشريحه عرضها يصغر كل ما الاسامبشن اللي احنا قلناه او ادعيناه ان التوتال انرجي لاين ستريت بيبقى مقبول اكتر. فبالتالي بالنسبه لي لو انا كنت عايز احل او اجيب قيمه سليمه محتاج ان انا اعمل ايه؟ اقلل السايز بتاع الشريحه، يعني اقلل الدلتا ال دي بقدر الامكان، اقلل الدلتا ال دي بقدر الامكان، فبالتالي ازود عدد الشرائح المستقبل. فتعالوا مع بعض دلوقتي هنقول طب لو انا كنت عايز احل المساله دي بقى ايه باستخدام الاكسل هعمل ايه؟ تعالوا نشوف بقى كده هنعمل ايه. هناخد الجراف ده، خلينا ناخد الجراف ده ونطلع على اكسل ونشوف هنحل المساله ازاي. طب السؤال، هل ممكن في امتحان يجي لنا يطلب مني احل باكسل؟ اه ممكن يطلب منك حل مانيوال، يعني لازم تستخدم الاله الحاسبه. في الحاله دي هتكتفي بشريحتين. ممكن يطلب منك انك انت تحل باستخدام اكسل، وبالتالي هطلب منك برضو او هحدد لك عدد الشرائح اللي انت ايه هتستخدمها. تعال نشوف هنعمل ايه. فخلونا مثلا نبدا ندخل الداتا الاول. فأول حاجة أدخل الداتا اللي عندي، فالداتا اللي عندي هي مين كيو 40 متر مكعب بير سكند. عندنا إيه كمان؟ عندنا الإس نوت 22 سنتي مع كيلو، حولها على طول يبقى 22 في إي أس ناقص 0.5. بعد كده عندنا مين؟ ده بقى طبعًا بقت إيه؟ بقت متر على متر. بعد كده عندنا مين؟ عندنا كمان الواي نوت، قلنا واي نوت جبناها كانت 1.7، وقلنا الواي اب ستريم، واي اب ستريم كانت كام؟ كانت حوالي 4 متر. حط اليونتس عشان يبقى ماشي كونسيستنت. قلنا العرض بتاع التشانل بي كان 30 متر، وان القطاع ريكتانجلر، فبالتالي اقدر اجيب بقى الكيو سمول على طول. كيو سمول بيساوي قلنا كيو كبيرة على ايه؟ على البي، وقلنا اليونتس بتاعتنا ايه؟ متر مربع بير سكند او متر مكعب بير سكند بير متر. ازاي بقى نستخدم عدد الشرائح وازاي هجيب الشريحة الواحدة بتتغير ازاي الدلتا واي بتاعها؟ فبنعمل ايه؟ هفرض دلوقتي ان انا عايز استخدم نمبر اوف بوينتس اللي انا هحسب عندها. ففرض دلوقتي النمبر اوف بوينتس ده اقول انا عايز استخدم 20 نقطه. يعني ايه؟ يعني هقسم دي كده ل 20 نقطه، هقسم دي ل 20 نقطه. فتعالوا نقول 20 نمبر اوف بوينتس 20 نقطه، صح كده؟ فبالتالي ايه رايك؟ يبقى الفرق ما بين الواي نوت وبين الواي اب ستريم دي الفرق ده كام؟ الفرق ده هجيبه واقسمه على 20، يبقى هعمل حاجه اسمها دلتا واي. دلتا واي دلوقتي اللي هو بيساوي الواي اللي عندي اللي هي 4 ناقص الواي اللي هي 1.7، صح كده؟ ده الفرق ما بين الاب ستريم والداون ستريم، الفرق الكلي، صح؟
انا عايز اقسمه على كم مره؟ على 20 نقطه، يبقى يديني دلتا واي. يبقى بالتالي لو انا بدات بووتر ديبس قدره واي بتاع الابستريم، يبقى هكتب هنا واي اهو. لو انا بدات بووتر ديبس قدره واي ابستريم اللي هو كام؟ اللي هو 4 متر، يبقى الواي اللي وراها هتكون اقل من الواي دي بمقدار الدلتا واي دي. صح يا شباب؟ فبالتالي هقول بقى يبقى الواي الثانيه بيساوي كام؟ بيساوي الواي القديمه، الواي القديمه دي اللي هي بتاعت الداون ستريم، ناقص ها ناقص الدلتا واي اللي انا عايز ايه اقللها. خد بالك ما تنساش انك انت تثبت واعمل دراج بقى. هتعمل دراج لحد امتى؟ لحد ما الرقم ده ينزل ويوصل كام؟ يوصل ل 1.7. هتمشي دراج بقى كده لحد ما الرقم ده يوصل لايه؟ ل 1.7. طبعا كده انا زودت قوي لحد ما يوصل ل 1.7. واضح يا شباب؟ يبقى خلينا بس ايه نوصل الكلام ده، خليه شكله محترم شويه. الخطوات اللي بعد كده بقى، اول خطوه هنجيب الفي الفيلوستي، حط برضو اليونت متر بير سكند، والواي احنا قلنا متر. يبقى الفيلوستي قلنا بيساوي ايه؟ كيو سمول على الواي، كيو سمول اهي، ثبت ما تنساش تثبت على الواي اللي هي دي، خلاص، واعمل دبل كليك. يبقى جبنا الفي. نجيب الاس اي، الاس اي اللي هي سبيسيفيك انرجي. اس اي بيساوي كام بقى؟ اس اي بيساوي الواي ها زائد افتح قوس الفي سكوير، اقفل القوس، على افتح قوس 2 في الجي 9.81. اوعى تغلط في الاقواس دي، في ناس كتير غلطت فيها في امتحان بتاع الايه الاكسل وتضيع منهم المساله. يبقى ده ايه؟ ده دلوقتي الاس اي، جبنا الاس اي. بعد كده هنعمل ايه؟ نسينا نحط مانينج ان، مانينج ان، مانينج ان. فتعال نشوف مانينج ان كان مديها لنا بكام في المساله. مانينج ان كانت بكام؟ مانينج ان 0.027، 0.027. فمانينج ان بيساوي 0.027. دي هتفيدنا في ايه؟ ان انا عايز دلوقتي احسب الايه، احسب الاس اي. او بقى قبل الاس اي تعال نجيب الدلتا اس اي. دلتا اس اي دي اليونتس بتاعتها بايه؟ بالمتر. طب لو انت عايز بقى تشغل تحط السيمبوليك والكلام ده ممكن برضو نعلم على دي كده، وايه نعمل لها ايه؟ لاتيني سيمبل. فدي الدلتا اس اي. الدلتا اس بي ايه بيساوي ايه؟ ممكن تبدا من هنا وتقول بيساوي دي ناقص دي، ممكن تبدا من هنا وتقول بيساوي دي ناقص دي. لو انت بدات من هنا يبقى اخر واحده مش هتتحط فيها ارقام. طب لو انت بدات متاخر يبقى اخر واحده هيتحط فيها ارقام، واضح؟ يبقى تعالوا نبدا مثلا. لو هبدا من هنا اقول ايه بقى؟ الدلتا اس اي بيساوي الشريحه الاولى. خد بالكم الشريحه الاولى انهي؟ الشريحه الاولى هي الشريحه اللي هي بتوصل ما بين الدبس ده والدبس ده. طب الشريحه الثانيه من الدبس ده وده، الشريحه الثالثه من الدبس ده وده، وهكذا. مش كده بنسميها ستيب باي ستيب. طيب تعال تشوف بقى الدلتا اس اي بيساوي ايه؟ بيساوي خلينا نشتغل على طول كبير ناقص صغير عشان ما يطلعش نيجاتيف، نامل ذلك يعني. وبالتالي دبل كليك. خد بالك ودي غلط، شيل دي ليه؟ بص بقى، لانها هتقرا منين؟ هتقرا من بره، ما ينفعش الكلام ده، صح؟ فشيل اخر واحد. يبقى دي دلتا اس اي. يبقى احنا جبنا كده الدلتا اس اي. طيب وبعدين بعد كده هنعمل ايه؟ هنجيب الاس اي. ايه فرق بين دلتا الاس اي والاس اي؟ دي اس كابيتال سمول اي السلوب بتاع الانرجي. قلنا بيساوي ايه بقى؟ نستخدم مانينج، بيساوي الفي سكوير، في سكوير في الان سكوير، بس الان لازم تثبت، لازم تثبت الان سكوير. خد بالك في الايه، في الاقواس بقى والكلام الجميل ده اهو، ما تنساش دي برضو. يبقى في سكوير في الان سكوير، بعد كده على افتح قوس ار، هنا كروس سكشن وايد، ار بيساوي واي، واي اس كام؟ اس 4 على 3، 4 على 3 كده. يبقى انا جبت مين؟ الاس اي. دبل كليك، دبل كليك كده مظبوط. تعمل تشيك كده عشان تاكد كل حاجه ماشيه سليم. بعد كده اقدر اجيب دلوقتي المقام اللي هو ايه؟ اس نوت،
S نوت ناقص ايه؟ ناقص اس اي. اس نوت ناقص اس اي بقى نسينا حاجه، نجيب الاس اي افريج. الاس اي افريج الاس اي افريج بيساوي ايه بقى؟ الاس اي افريج بيساوي الافريج بتاع كل اتنين مع بعض. فممكن اقول بيساوي 0.5 في وافتح قوس دي زائد دي. ممكن اعمل كده واقفل القوس، بعد كده اعمل دراج، اعمل دراج واخر واحده اشيلها. ليه؟ لان اخر واحده هتقرا من بره صح؟ اللي هيقرا من بره ده تشيله، ما يهمنيش في حاجه. او ممكن اعمل حاجه ثانيه بدل 0.5 في دي زائد دي، ممكن اعمل استخدم فانكشن اللي اسمها افريج. شايفين افريج؟ افريج يعني الافريج. افريج بتاع مين؟ اقول له بتاع الاثنين دول، يبقى اهو تديك طبعا نفس الناتج. بص بقى ايه الافريج ده بتاع مين؟ الاثنين دول مع بعض وهكذا. جبنا الاس اي افريج، اقدر دلوقتي اجيب المقام، المقام اللي هو بيقول ايه؟ اس نوت ناقص اس اي افريج يساوي بقى اس نوت. فين اس نوت؟ اهي، خد بالك مش اوعى تاخد دي، اس نوت اهي دي وثبتها، ناقص اس اي افريج انهي اللي هي دي، ودبل كليك وطبعا شيل دي ملهاش اي معنى. واضح؟ خلينا نمشي على جنب شويه كده. ايه اللي ناقصنا بقى؟ ناقصنا خلاص الدلتا ال، دلتا ال لان عندي البسط وعندي المقام. يلا بقى نشوف دلتا ال بيساوي ايه. ها دلتا ال بيساوي بسط، فين البسط؟ اللي هو ده فرق السبيسيفيك انرجي على مقام اللي هو مين؟ اللي هو ده. ويلا دبل كليك. هتلاحظ بقى في فروق جامده جدا ما بين الحل اللي جبناه مانيوال من شويه والحل ده. مين الادق؟ طبعا الحل ده ادق. ليه؟ استخدمت فيها كام شريحه؟ 20 شريحه تقريبا، او هنقول مش 20 شريحه بقى، هنقول ايه 21 شريحه، لا 20 شريحه. طيب تعالوا بقى نجيب اللينس الكلي. نجيبه ازاي؟ اللينس الكلي يساوي كام بقى؟ يساوي مجموع كل اللينسز دي. صم صم كل ده، مجموع كل اللينسز دي اهو، ده الطول الكلي. يلا نشوف بقى، نحط له بقى كده السكريتور ده، يعني كام كيلو يا شباب؟ ها 19 كيلو بوينت 8. يبقى هو بيقول المسافه من هنا هنا 19 كيلو بوينت 8. تعال نشوف احنا قلنا ايه في المانيوال. تعال نشوف المانيوال الرقم اللي طلع كام. ها 18.3 كيلو. طبعا مش بعاد قوي عن بعض، ولكن كل لما تزود عدد الشرائح كل ما ايه تحصل على ايه؟ على دقه. ايه دقه اكبر. يبقى كده احنا عرفنا ازاي نحل مساله نعمل كالكوليشن للووتر سيرفيس بروفايل لو انا كان عندي 2 ووتر ديبسز. ماشي، تعالوا نشوف بقى المساله اللي بعد كده.